الاستاذ ليه سبورت، بدل الاستاذ ليه سبورت، الهنجي ليه سبورت. اتكلمنا عن الركبه اللي بعد كده اللي هي بتدي جرادوال انجل فليكشن والاكستنشن، الهنجي ليه سبورت، الهنجي ليه بريس، الهنجي ليه بريس. وبعد كده اتكلمنا عن الاوستيوارثرايتس ليه بريس، حالات اليوني كومبارتمنتال اوستيوارثرايتس، وقلنا ان هي الميكانيزم بتاعها 3 بوينت اوفلودنج، بنعمل بوشنج من ثلاث مناطق، الهيلسي على فيفت سايت، ومن عند الساي ريجن، ومن عند الابر تيبي، عشان ليها اوبجكتيفز. الاوبجكتيفز ديت ان احنا نبدا ناخدها ان احنا نعمل سبورتنج وستابلايزنج، ان احنا نعمل شيرنج اللودنج، ان احنا نريجوليت الفيروس والفالجاس، نقلل البين سيمبتومز، ونقلل الديجنريتيف بروسيس اللي احنا بناخدها مع كل جيت. بريس اللي بعد كده جينيو ريكارفيتام مي كيتش. جينيو ريكارفيتام مي كيتش الديفورميتي بتاعت الجينيو ريكارفيتام الاستيريور كروشيت ليجامنت من ورا، من عندي الركبه من ورا عندي الانتيريور كروشيت ليجامنت والاستيريور كروشيت ليجامنت ولاترال ليجامنت وميديال ليجامنت في اربع اربطه اللي حوالين الركبه. لو بتبقى عندي مشكله في البوستيريور كروشيت ليجامنت البيشنت ده بيبقى فيه عنده حاجه اسمها هايبر اكستنشن، بيبقى عنده حاجه اسمها جينيو ريكارفيتام، بيبقى عنده حاجه بالبلدي رجله بتختلف في ورا، تمام؟ لان هو البوستيريور كروشيت ليجامنت اللي ماسك عند الركبه من ورا مربط الركبه من ورا ده بيعمل بريفنشن للهايبر اكستنشن بالنسبه للبيشنت، عشان كلنا الحمد لله بنمشي بالخطوه بيبقى فيها كنترولنج والدنيا بالنسبه لنا ما بترجعش الهايبر اكستنشن لورا. البيشنت بتاع الجينيو ريكارفيتام ديت جينيو ريكارفيتام جينيو لاتين ركبه ريكارفيتام يعني بترجع لورا، تمام؟ الديفورميتي بتاعت البيشنت ده ان هو بيحصل عنده هايبر اكستنشن، رجل العيان ده بترجع لورا، تمام؟ الاوبجكتيف وين بيبقى فيها انستابيليتي سيفير بقى بالنسبه للبيشنت. الاوبجكتيف للبريس ان انا اعمل البيشنت ياخد فري فليكشن، يتني ركبته عادي خالص، انما ان انا اقلل بريفنتنج الني هايبر اكستنشن، بريفنتنج الني رجوع الركبه لورا، الهايبر اكستنشن بتاع الركبه لورا اللي هو بيبقى اكمبانيت للايه؟ للبي سي ال او الكروشيت ليجامنت والبوستيريور كروشيت ليجامنت انجري، اللي هو وظيفه البوستيريور كروشيت ليجامنت ان هو يربط الركبه بتاعتي من ورا ما يخليهاش ترجع ورا. البريس دي بتبقى عباره عن ايه؟ ميتال وساي سبورت من فوق وبايلاترال ايبيكوندايل بادز عشان اعمل تثبيت للاترال والميديال ايبيكوندايل بادز، زائد بي كيج من ورا. الميتال سبورت بتاعتي بتبقى عند الابر تيبيا من ورا، الميتال من عند الابر تيبيا من ورا. يبقى عندي ساي كيج من قدام، عندي لاترال وميديال ايبيكوندايل بادز، زائد ميتال سبورت عند الابر تيبيا من ورا. لما بعمل سبورت عند الابر تيبيا من ورا، تمام، بعمل البيشنت ده الاوبجكتيف من البريس بريفنتنج مي هايبر اكستنشن وذ فري مي فريكشن. البيشنت بياخد الفريكشن العادي خالص، انما الهايبر اكستنشن اللي بتبقى حاطه لورا او اللاكستي اللي بتبقى في الليجمنت اللي بتبقى راجعه لورا ديت، تمام، انا بعمل لها البريفنشن بايه؟ بعمل لها البريفنشن بالميتال ستي عند الابر تيبيا، عند الابر تيبيا من ورا، بلس لاترال وميديال ايبيكوندايل سبورت، بلس لاترال وميديال ايبيكوندايل سبورت. البريس ديت فيها الاوبشن بتاع الجراديوال انجل فليكشن اكستنشن برضه. البريس دي الحالات الجينيو ريكارفيتام وحالات اللاكستي في البوستيريور كروشيت ليجامنت احيانا كتير بنشوفها في الاطفال الصغيرين خصوصا الاطفال الكبار، تمام؟ بنصنع بالنسبه للاطفال الصغيرين ديت بريس من البولي بروبولين من البلاستيك كاستم ميد بالنسبه للبيشنت ده، لان احيانا انتوا بتبقوا حضراتكم محتاجين الافكت بتاع البريفنتنج الهايبر اكستنشن عشان العيان يبقى الجلسات اللي بنعملها معاه او ايا كان السبب اللي احنا بنعمله معاه يدي افكت. بنعمل بريز زي ديت بس بالنسبه للاطفال بتبقى كاستم ميد بنصنعها بالنسبه للتشاك. جينيو ريكارفيتام مي كيج تبقى انديكيت في الجينيو ريكارفيتام في الهايبر اكستنشن، الاوبجيكتيف منها ان هي البيشنت ياخد فري فليكشن وذ بريفنتنج الاي هايبر اكستنشن من ورا. هي عباره عن الومنيوم جيتس لاترال وميديال سبورت، تايم سبورت من فوق، التيبيال سبورت بتبقى بيهايند التيبيا من ورا مع سيليكون ستراس عشان تدي بالنسبه للبيشنت ستابلايزنج افكت وتبقى كومفورتبل بالنسبه للبيشنت. بياخد اوبشن برضه جراديوال انجل اوف فليكشن اكستنشن من عند اللاترال والميديال ايبيكوندايل. دايناميك ني بريس، دايناميك
في ريس. احيانا بيحصل للبيشنت مشاكل انجري مع الانتيروشيت ليجمنت مع الكولاترال ليجمنت الانتيروشيت ليجمنت مع الانتيروشيت ليجمنت اكومبانيد ليجنز. دي بتحصل احيانا ومش استاذ الجراحه اللي هو راح له او جراحه العظام اللي هو راح له او حضراتكم او كده مش حابين ان انتوا تاخدوا معاه ديزيجن سيرجي، مش حابين ان البيشنت ده ايا كان بقت الظروف هو مش حابب ياخد ديزيجن سيرجي وحضرتك محتاجه تديله برميشن ان هو يتحرك تمام ياخد الديلي موفمنت بتاعته. هو بيشنت حصل عنده انتيريور كروشيت ولاترال كولاترال ليجمنت او لاترال وميديال ليجمنت انجري والمفروض الصح ان هو يدخل اوبريشن ايا كانت الموضوع بالنسبه لنا احنا مش واخدين قرار ان احنا نعمل له اوبرتيف عايزين نمشي البيشنت ده كونزرفتيف تمام بنلبسه حاجه اسمها دايناميك ني بريس. الاوبجكتيف من الدايناميك ني بريس ديت ان البيشنت ياخد ناتشرال ني موفمنت ديورينج اول اكتيفيتيز بريفنتنج كنترولينج الميديولاترال والفارس فالجس والتيبيال انستابيليتي والتيبيال سلايدنج الانتيريور بوستيريور. البيشنت اللي بيحصل فيه مشاكل ده بتبقى رجله عايز ما فيه اللي عنده مشاكل حصلت في الانتيريور بوستيريور ليجمنت مع الكولاترال ليجمنت سواء كانت بقى في حادثه سواء كانت في التروما او في اي حاجه. البيشنت ده لو حابين ان ده هو ده ستابلايزر الركبه دي ستابلايزر ستابلايزر البريس البيشنت بياخد ناتشرال ني موفمنت ديورينج اول ديلي اكتيفيتيز مع المشاكل السيريس اللي في ركبته اللي ممكن تبقى عنده بتترجم بالنسبه للبيشنت ده ان هو محتاج له حاجه ستابلايزنج افكت ياخد الموفمنت الفري ديلي موفمنت بالنسبه للبيشنت ده بلس ان انا ممكن برضه ادي له اوبشن جراديوال انجل اوف فليكشن اكستنشن عندي رينجر لاترال وميديال عند اللاترال والميديال ايبيكوندايل بيدي جراديوال انجل اوف فليكشن والاكستنشن تمام سايكيج قدام ليك كيج المفروض برضه دلوقتي بقى من قدام مش من ورا عشان هي مش زي الجينيور الكارفيتور تمام بيدي الاوينج ناتشرال ني موفمنت كنترولينج الفارس فالجاس اللاترال ميديال موفمنت التيبيال سلايدنج الانتيريور بوستيريور اللي هي بتبقى اكومبانيد بالانجرز اللي بتبقى حاصله بالنسبه للبيشنت ده. كده خلصت نيك جروب هنقل على حاجه ثانيه. حد حابب بيسال عن اي حاجه في نيك جروب؟ تمام بس ما بفتحش المشكله اللي حصلت اليونيف اتفضل يعني في كل الاستي ارثرايتس انا بعمل سي بوينت اوف لودنج ليها ميكانيزم ازق من ناحيه وبعمل سبورت من الناحيه الثانيه عشان البيشنت عنده ريجنريتيف بروسيس يوني كومبارتمنتال. الغرض من الاوبجكتيف من البريس ان انا افتح الدنيا اللي مقفوله عنده وعنده الاستابيليتي هو اللي بيجتمع بينهم الاثنين كلمه استابيليتي تمام. انما الاوستي ارثرايتس ليها فيتشرز وليها اوبجكتيف. البرودكت ده مش بيفتح لو رجل العيان لو اوستي ارثرايتس ني بريس لو اوستي ارثرايتس بيش يوني كومبارتمنتال او باي او باي كومبارتمنتال هو ان انا البسه بريس تمام يعني التاني شغال على الجوينت وده شغال مثلا على التندون والليجامنت ده بالظبط بالظبط الاثنين مع بعض الاوستي ارثرايتس ني بريس بتعمل ما هي اصل ده بيشنت وده بيشنت الاوستي ارثرايتس ني بريس هتعمل استابلايزنج افكت وهتعمل ريجوليتنج الفيروس والفالجس وتفتح القفله اللي عنده. دي مهمه قوي دي اهم دي اهم اوبجيكتيف اعتقد حضرتك تبقي محتاجاها في الاوستي ارثرايتس ني بريس اللي هو يا دكتوره انا بتالم مع كل خطوه يا دكتوره انا ما بعرفش اروح اتوضى يا دكتوره انا طلوع السلم ونزول السلم عندي مشكله يا دكتوره انا الديلي موفمنت اللوس اوف فانكشن اللي بتبقى اكمبانيد هو بتاع الشكوى اللي بيجي لحضرتك بيه تمام. فحضرتك اول مشكله بتبقى حاصله عنده اللي هو القفله اللي بتبقى حاصله عنده في الجو فمحتاجين له 3 بوينت اوف لودنج مع ستابلايزنج مع حاجه في جليت الفيروس والفيروس اللي بتبقى حاصله عنده. انا مش سامع حضرتك اوستيوارثرايتس ايه؟ باي كومبارتمنتال اوستيوارثرايتس في الناحيتين دي ليها عند دكتور رشدي السلاب هيعمل له توتال نيك. الدكتور ادهم الشراوي هيعمل له توتال نيك هقول لحضرتك حاجه الموضوع بالنسبه لي مش كوميرشال مش تجاري
يعني احيانا كتير قوي بالنسبه لي انا الحمد لله الاستاذ حسني بيس كل اساتذه العظام المنصوره الحمد لله فضل من ربنا بيسلم الاسره الاساتذه نيل بيس بتاعتي والفيرست تشويس بالنسبه لهم الاسره الاساتذه نيل بيس بتاعتي. مش بالنسبه لي لما باخد الديسيجن بتاع البريس البيشنت ده بيقعد معايا في المركز ثلاث اربع ساعات يلبس ويطلع يعمل حاجه وينزل السلم يعمل حاجه يتحرك يا حاج ويطلع السلم يا حاج. البيشنت من اول ما بيلبس فروم جيت 1 بيحس بالفرق تمام. الخطوه العيان كل خطوه بتبقى عنده فيها الم تمام. لما بنفتح له الدنيا فروم جيت 1 بتحصل فيها الديفرنس تمام. لو ما اخدش الاوبجكتيفز دي كلها انا مش ببيع بريس. انا ما عنديش ادنى مشكله ان انا مش ببيع بريس. يعني انا بالنسبه لي مش الموضوع تجاري ان انا اخد فلوس بس بالنسبه للبيشنت. لا لازم البيشنت ده واللي يلبس البيشنت ده يبقى ملم ان هو بيلبسها له عشان البيشنت ده خلاص بس البيشنت ده عنده مشكله مع كل خطوه. البيشنت ده عنده دنيا مقفوله ودنيا مفتوحه من ناحيه من ناحيه ثانيه. الاوبجكتيفز ديت لو البيشنت ما اخدهاش وما ارتاحش في البريس انا ما عنديش مشكله. انما البيشنت اللي هو باي كومبارتمنتال اللي هي الدنيا عنده ديجنريتيف في الجوينت كلها لاترال وميديال والدنيا بالنسبه له كده لا توتالي لا توتالي. الاوبجيكتيف من دي ستابيليتي. ستابيليتي في الانتيريور كروشيت ليجامنت وفي اللاترال كولاترال ليجامنت وفي الميديال كولاترال ليجامنت. ولما الدنيا الاثنين اكمبلت مع بعض المفروض حل البيشنت ده اوبرتيف. اذا حضرتك شايفه في بيشنت رينال في بيشنت هيباتيك في بيشنت ما يقدرش ياخد الدكتور ديسيجن بالنسبه له وفي بيشنت يقول لك لا انا مش هفهم عليه. في بيشنت بالنسبه لنا احنا برضه بنوافق برضه راي البيشنت في بعض الاحيان كتير. انا مش هاخد عمليه تمام؟ تمام. طب انا عايز حاجه اتحرك. لو حضرتك محتاجه حاجه بالنسبه له ستابلايزنج حاجه بالنسبه له البيشنت ده رجله بتتحرك لاترال ميديال انتيريور بوستيريور في فيروس فالفاس رجله مش ثابته. حضرتك محتاجه له ستابلايزنج عشان ياخد الديلي ناتشرال موفمنت مع كنترولنج الميديو لاترال الفارس فارجاس الانتيريور بوستيريور تيبل سلايدنج ديس. لما نعمل كنترول للاندزيرابل موفمنت ديت ببريس اعتقد احنا بالنسبه لنا يبقى كده جبنا جون كبير تمام. سباينال اوسوس البرودكتس في الفرتبرال كولا تمام. اول بروجكت اتكلم حضراتكم عليه الكلافيكل سبورت. كلافيكل سبورت هو اسمه كلافيكل سبورت هو مالوش ما بيقربش من الكلافيكل خالص هو ما بيقربش خالص. هو الكلافيكل سبورت ده الاوبجيكتيف منه هو بيتلبس بالطريقه دي كده تمام. هو المين اوبجيكتيف منه ان هو بيريستريكت الشولدر موفمنت. الشولدر موفمنت دي بتبقى بالنسبه لي اندزيرابل في حالات الكلافيكل فراكشر وفي حالات البوستشرال بروبلمز او المايلد كايفوزس. البيشنت المايلد كايفوتك البيشنت اللي عنده بوستشرال بروبلمز اللي هو ما انا عندي الموضوع ده يعني عنده مايلد كايفوزس مايلد اتب خفيف تمام بلس البيشنت اللي عنده كلافيكل فراكشرز. الان ديزايربل موفمنت اللي انا عايز اعمل عليها كنترول اللي هي الشولدر موفمنت ريستريكتنج الشولدر موفمنت. هو البرودكت ده اسمه كلافيكل سبورت. كلافيكال سبورت هو شولدر ستراپس ديزايند باي فيلكرو ستراپس بتتشد من ورا. المين اوبجكتيف منها ان هي تو كنترول او ليميت شولدر موشن. ان انا اعمل ليميتنج للشولدر موشن. الشولدر موفمنت ديت لو انا عملت لها ليميتنج وانا ثبتت الشولدر موفمنت ديت هعمل كلافيكال سبورت افكت وهيبقى ليها بينفيت في البوستشرال بروبلمز او المايلد كايفوس. يبقى هو شولدر ستراپس كنترول باي فيلكرو ستراب بيبقى له بنفيت افكت في حالات الكلافيكال فراكشر او البوستشر بروبلمز المايلد كايفوس. ده ايه؟ الايه؟ 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 اه بس هو كمان يعني بالانكيلوزس؟ لا ده الكايفوس مايلد كايفوس. انا عندي سكوليوزس هكلم حضراتكم دلوقتي عليه في بروجكت تاني للسكوليوزس. الاسكوليوزس بتبقى كايفوزس اللي هو الأتب تمام؟
مبدأ باخد باللاترال فيو كده بيبقى الاتب. لما السكوليوزس بتبقى الاس شيب اللي هو بتبقى من قدام انتيريور فيو كده بيبقى فيه سكلوتيك ديفورمتي. تمام. انا دلوقتي بتكلم عن الكايفوزس، عن الكايفوزس. في المايلد كايفوزس بتبقى الدنيا بالنسبه لي مايلد مش السيفير. مودريت السيفير برضو دلوقتي عندي ليه حل دلوقتي هكلم حضراتكم عليه. المايلد كايفوزس او الكلافيكال فراكشرز الانديزايربل موفمنت اللي انا عايز اعمل عليها كنترول كلافيكال سبورت ريستريكتنج الشولدر موفمنت، هو زي شنطه المدرسه بالظبط كده. تمام. كنترول الفيلكرو ستراب من ورا، كل ما بشد الفيلكرو ستراب من ورا الكلافيكال يتفرد كده. تمام. بعمل ريستريكتنج الشولدر موفمنت ديت بيكون الايفكت ده بالنسبه لي بينفيت حلو. مايلد دي كايفوزس في الكلافيكال فراكشر. في الاولد شيب بيبقى في سكوليوزس كايفوزس ناتج عن الاسكوليوزس وكايفوزس ناتج عن الاوستيوبروز ينفع معاهم؟ الاولد ايه؟ كايفوزس ناتج عن الاسكوليوزس وكايفوزس ناتج عن الاوستيوبروز، بس بيبقى سيفير. ما ينفعش لو الريستريكتنج شولدر موفمنت افكت هيدي الافكت ده لحضرتك. انا مع حضرتك، انما اكمباني الاثنين مع بعض البوستوم بريس هتظبط الدنيا بالنسبه للبيشنت. بس مع الاولد ايج الدنيا بالنسبه لي انا، بالنسبه للعيال الصغيرين وبالنسبه للتشايلد الدنيا بتبقى اسهل وبتاخد وبتدي معايا زياده. انما لما البيشنت عنده عند مرحله معينه زي ما حضرتك بتقولي الاولد ايج ديت مش قادر تتعامل. لا ما اعتقدش، اعتقد الجلسات بتاعت العلاج هي اللي ممكن يكون لها البنفيت. في المايلد كايفوز كلافيكال فراكشر ريستريكتنج الشولدر موفمنت اللي بيعمله الكلافيكال سبورت تمام بيكون لها بنفيت افكت. فيلادلفيا كولر، فيلادلفيا كولر، فيلادلفيا كولر سكولد فيلادلفيا اللي هي بتاعت الفيرست ايد مانجمنت. الكولر اللي بتبقى في عربيات الاسعاف تمام، بتبقى تو بيسز انتيريور بارت واكستيريور بارت. مين اوبجيكتيف منها ان انا البيشنت ده انا مش عايزه يعمل لا سيرفايكال فليكشن ولا اكستنشن ولا روتيشن، انا عايز على قد ما اقدر اعمل ريستريكتنج السيرفايكال موفمنت بالنسبه للبيشنت ده. فبلبس فيلادلفيا كولر. انا عندي فاريانت كتير قوي من الكولرز بس المور ادفانسد بتبقى بالنسبه لي الفيلادلفيا كولر بتبقى انتيريور بارت بوستيريور بارت. بنستخدمها في حالات الفيرست ايد مانجمنت زي ما بقول لحضراتكم كمان اللي بتبقى في عربيات الاسعاف. لو محتاجين الاموبلايزيشن ده بوست اوبرتيف او بوست تروماتيك، لو عندي حالات نيرف كومبريشن وماسل سباز دي بتبقى حاجات اعتقد حضراتكم بتشوفوها كتير قوي. تمام. البيشنت ده اي موفمنت بتبقى بالنسبه له بتبقى مؤلمه وبتبقى مزعجه. وفي حالات السيرفايكال سبرين وسترين هي تو بيسز انتيريور بيس عند التشين من قدام واوكسيبيتال بيس من ورا الاثنين ماسكين ببعض الفيلكرو ستراب ريستريكتنج سيرفايكال فليكشن اكستنشن والروتيشن. ده هو الاوبجيكتيف بالنسبه للايه؟ للفيلادلفيا كول. فيرست ايد مانجمنت سيرفايكال سبرين وسترين نيرف ماسل كومبريشن نيرف كومبريشن وماسل سباز بوست اوبرتيف او بوست تروماتيك الافكت اللي حضرتك محتاجه تعملي للبيشنت ده ريستريكتنج سيرفايكال فليكشن اكستنشن. تو بيسز صنعها من البلاستوزوت. البلاستوزوت ده بيديني اوبشن بالنسبه لي ان البرودكت ده اكس راي وام ار اي وسي تي ليوسنت. حابين البيشنت ده خصوصا لو بوست اوبرتيف ان هو يدخل الاشعه وخايفين عليه، مش حابين ان هو برضه احنا لسه مش عارفين الدنيا فيها ايه. اوبشن بالنسبه للبيشنت ده ان هو لابس برودكت ريديو لوسنت يقدر يدخل بيه الاشعه مش بيأثر على الفيلم بتاع الاشعه. تمام. وفيها لارج تراكيه الاوبننج من قدام لا قدر الله البيشنت ده لو في الفيرست ايد محتاجين نعمل له تراكيستومي ولا ان احنا نفتح التراكيه بالنسبه للبيشنت. لارج تراكيه الاوبننج ده بتبقى بالنسبه للبيشنت اوبشن مهم. فيها فنتيليشن اوبننج عشان ما تعملش موست بالنسبه للبيشنت. انا بعمل انهانسنج الهيلينج بالنسبه للبيشنت ده بريستريكتنج الموفمنت. في الني بعمل انهانسنج هيلينج بالنسبه للبيشنت ده بالورمنج. لو تفتكروا حضراتكم انا بالنسبه لما كنا بنتكلم عن مين ني سبورت وستابلايزد وهنج ني سبورت كان المين اوبجيكتيف من البرودكت ان انا اسخن. انا البرودكت ده لا مش عاوز اسخن، انا بعمل انهانسنج هيلينج باي ريستريكتنج الموفمنت. ريستريكتنج الموفمنت ده بتخلي الامور بالنسبه لي انهانسنج هيلينج. يبقى تو بيسز نون توكسيك هيبقى الرجيك بلاستيزوت ماتيريال انتيريور بوستيريور بلاستيك ماتيريال عشان تعمل ريستريكتنج للسيرفايكال فليكشن والاكستنشن والروتيشن عشان اعمل بروموتنج الهيلينج فنتيليشن اوبننج عشان اقلل الموستشر والهيت. البرودكت اكس راي وام ار اي وسي تي ليوسنت
لارج تراكيال اوبننج عشان لا قدر الله البيشنت ده لو محتاجين نعمل له تراكيستومي فيرست ايد مانجمنت نيرف كومبرشن مصر سباس السرفايكال سبرين والسترين بوست اوبرتيف او بوست تروماتيك البرودكت ده بيكون له بنفيت بيرفكت. بوست امبريس حالات ايديو باسك سكوليوزس حالات ايديو باسك سكوليوزس خصوصا في الشخص البوستون بريس. البوستون بريس بيبقى عباره عن بولي بروبيلين جاكيت. البولي بروبيلين دي الماده اللي هي البلاستيك اللي احنا بنستخدمها في تصنيع الجاكيت. تمام. بولي بروبيلين جاكيت هي بتيجي دي من البرودكتس الكاستم ميد اللي انا بصنعها في المصنع بتاعي. ببعتها للمصنع ازاي؟ من خلال باخد مقاسه بكاست بجبس. تمام. وبيتقلع الجاكيت الكاست ده بيروح للمصنع. بس وانا باخد الكاستنج بالنسبه للبيشنت لازم يبقى فيه سيرفايكال تراكشن. اعمل تراكشن بالنسبه للبيشنت ده عشان الديفورميتي اللي بتبقى حاصله عنده ما تسيبوش وهو ريلاكس بوزيشن. اعمل تراكشن واعمل سبورتنج بالنسبه للتشايلد واعمل واخد كاست. الكاست سايز بتاخد الترانك بتاع البيشنت كله من فوق لتحت التشايلد كلها من فوق لتحت. تمام. عشان الديفورميتي اللي بتبقى حاصله عنده تترجم للجاكيت يلبسه كوركشن للبيشنت. والاكس راي بري انبوس هي اللي بتبقى الفايز. بس الاكس راي قبل ما بيلبس البوستون بريز والاكس راي بعد ما لبس البوستون بريز هي بتبقى بالنسبه للفيصل بالنسبه للبيشنت ده. بروبروبولين اللي انا بستخدمه في مركز الامل الجيرمان اورسو بلس في اوبشن زياده او اوبشن مهمه بالنسبه للبيشنت. البيشنت ده بيبقى جراديوال كوركشن. حضراتكم بتحتاجوا له تعديل للبوستون كل مرحله كل شهرين ثلاثه. تمام. كان زمان كل ما بيجي لي او بيروح اي مكان تاني بعمل له بوستون جديد. لا، البولي بروبولين اللي انا بستخدمه الجيرمان بوستون بلس بتاعي اللي انا بستخدمه بقدر اعدله تاني بالنسبه للبيشنت. الووتر باس العادي السوق بيتفك ويرجع يتشكل تاني ياخد شكل البيشنت. فده ما بيخلينيش اكلف البيشنت بوستون بريس كل مرحله لان هو من الحاجات الميديكيشن بتاعها بتبقى محتاجه جراديوال انجلز اوف ايه اوف كوركشن. تمام. 3 بوينت بالظبط. هقول لحضرتك. معلش هو كان بيقيس الانجلز بتاعته ما انا هقول لحضرتك بالظبط. كان زمان قبل كده البوستون بريس التقليدي البروديشن العادي خالص كان بيبقى جاكيت من فوق لتحت، لكن دلوقتي بنستخدم 3 بوينت ميكانيزم. زي ما حضرتك بتقول بنستخدم 3 بوينت ميكانيزم. احنا زي ما حضرتك شايفه دي 3 بوينت. الايمكس بتاعت البيشنت ده المفروض كانت هنا كده. تمام. بعمل بوشنج من المنطقه بتاعت الايمكس وعشان الدنيا تديني افكت لازم اعمل سبورت من الناحيتين التانيين. لذلك هتلاقيني حضرتك اللي على شمال البنوته ده الدنيا مفتوحه. تمام. والدنيا ديت من هنا بالنسبه لي مقفوله وان انا زائد من الدنيا دي كمان من هنا. تمام. اللي هي اكمبلنت بالنسبه لي هنا ال 3 بوينت. انا المفروض من الايبكس من هنا ببش من المنطقه ديت وبعمل سبورت من عند المنطقتين اللي هنا دول عشان الدنيا الديفورمتي اللي بتبقى عند البيشنت تبقى بالنسبه لي صح. دي تكنيك دي تكنيك حديث احنا شغالين بيه في المانيفاكشرنج البوستون بريس. لحد سن كام؟ اعتقد هو لحد سن 15 بيكون له بنفيت افكت، بعد كده الامور بتبقى بالنسبه لنا من 20 ل 25 برضه ممكن تدي برضه الدنيا لو الدنيا ماليه بالنسبه للشايلد او بالنسبه للدنيا كده بس بتبقى اصعب من الاول. واللي سايب نفسه لحد سن 20 او سن كده وهو الدنيا بالنسبه له كده هو مش هيجي مش هيتابع يعني. هو الامر بالنسبه له الناس اللي عندها الوعي ان هو من وهو صغير على طول بيجي هم دول قليل قوي لما بنشوف احنا يعني احنا لما شفنا يعني قليل قوي لما بنشوف ازيد من 15 16. البوستون بريس بنستخدمه في التريتمنت الايديوباسيك سكوليوزس. هو متصنع من هارد بولي بروبولين وذ سوفت بلاستيزوت من جوه عشان يبقى سوفت يبقى كومفورتبل بالنسبه للتشايلد من جوه. المقاس بتاعه بيتاخد بالبلاستر بلاستر كاست كنترول
لين كيرفيتشرز والفيرتيبرا روتيشن باستخدام البوستون بريس. يبقى كده انا اتكلمت على حالات المايل كايفوزس بالكلافيكال سبورت، حالات السكوليوزس بالبوستون بريس، حالات السيفير كايفوزس، حالات السيفير كايفوزس بنستخدم حاجه اسمها الهايبر اكستنشن بريس. الهايبر اكستنشن بريس هو 3 بوينت بريس، حالات السيفير كايفوزس او حالات الفراكشرز بتاعت اللور ثراسيك والابر لامبر والابر لامبر فيرتيبرا. او الابر لامبر فيرتيبرا او في ايديوباثيك كايفوزس او سيفير كايفوزس او اي كومبليكيشن بيبقى عندي سوراك ولامبر جانكشن نيدز امبوليزيشن. البريس ديت فكرتها ايه؟ 3 بوينت بريس، بعمل بوشنج من عند الاسترن من قدام، بعمل بوشنج من عند البيوبس من قدام، بعمل سبورت من عند اللامبر ريجون من ورا. تاني بعمل بوشنج من عند الاسترن من قدام، بعمل بيوبس بوشنج من عند البيوبس من قدام، وبعمل سبورت من عند اللامبر ريجون من ورا. تمام؟ لو البيشنت ده سيفير كايفوزس، البوشنج ده والبوشنج ده مع السبورت من ورا هيدي الميديكال افكت. البيشنت اللي عندي مشكله عنده في الفراكشر بتاعت اللور ثراسيك او الامر لامبر فيرتيبرا محتاج له ستابلايزنج افكت ايفن حتى لو بوست اوبرتيف. لو عندي اي مشاكل عند التراك ولامبر جانكشن محتاج ليها الموبلايزيشن. الهايبر اكستنشن بريس هو الومنيوم بليت، الومنيوم بليت ده بيطول وبيقصر عشان انا بعمل بوشنج من عند نقطتين، من عند الاسترنم من قدام ومن عند البيوبس من قدام، بعمل سبورت من ورا من عند اللامبر ريجن اكستيريورلي، بدي ستابلايزنج للفيرتيبرال كولوم، وبدي في السيفير كايفوزس بدي افكت كوركشن بالنسبه للسيفير كايفوز. ايه بقى ينفع الحالات اللي قلت لحضرتك عليها؟ الفيصل في الحالات دي لو الحاله استجابت، لو الحالة استجابت كيفوز. يعني عايز سن صغير برضه؟ لا سن كبير. لا لا ممكن في الاولد ايج يجيب نتائج، بيجيب نتائج، بيجيب نتائج كبيرة. أنا بوست اوبرتيف كل دكاترة السباين بوست اوبرتيف بعد العمليات معينة لما بيحتاجوا استابلايزنج، دكاترة قراءة العمود الفقري ودكاترة النيورو العظام والنيورو كل العمود الفقري. يعني لازم يكون بوست اوبرتيف؟ لا أو سيفير كيفوز. أو سيفير كيفوز. لا كيفوز سيفير خالص، بس الحالة تجيب معايا. يعني الحاله بالنسبه لي وانا بلبسها البيس تيجي بس معايا الافكت ده وترجع بتبقى بالنسبه لي مرتاحه في البيس. لان احيانا حاله ممكن ازق كده واعمل كده ما تجيبش. ما يجيش جابت معايا والامور بالنسبه لي ادت ستابلايزنج افكت، يبقى هو الهايبر اكستنشن بيس. 3 بوينت بيس بيعمل بوشنج من عند الاسترن من قدام، من عند البيوبس من قدام، وبيعمل سبورت من ورا من عند اللامبر ريجون بوستيريورلي. حالات الكايفوزس والباسيك كايفوزس، حالات اللور ثراسيك والابر لامبر فيرتيبرا الفراكشرز، والكومبليكيشنز ثراك ولامبر الكومبليكيشنز اللي بتبقى محتاجه امبوليزيشن. لا برضه لا هو بيتحرك ديلي موفمنت بتبقى بالنسبه لي الماسل تون مع الديلي موفمنت بالنسبه للبيشنت ده مهم. انما عند النوم لا ما اعتقدش ان كله بنفتح. تمام؟ ايه الميكانيزم بتاعته؟ بيعمل بوشنج من قدام من عند الاسترنم ومن عند البيوبس، وبيعمل سبورت من ورا من عند اللمبر. ديت قبل وبعد، الاكس راي قبل واكس راي بعد. كايفوز. السيمبلي خالص بقى اللمبو ساكرال سبورت، حالات السبرين والسترين، حالات اللمبر اوستي ارترايتس، حالات الديسك بروكلوجن، اللي بقى محتاج لها سبورت، لمبو ساكرال سبورت. محتاج لها سترونج الاستيك ماتيريال تعمل سبورتنج، مع السبورتنج افكت ديت بيكون فيها بلاستيك او انت ستيل بتبقى انسايد اللمبو ساكرال سبورت من ورا، تدي ستابلايزنج افكت على ظهر البيشنت من ورا. تدي ستابلايزنج افكت عند ظهر البيشنت من ورا، بلس ان انا اعمل ابدومينال كومبريشن من قدام. الابدومينال كومبريشن انا البيشنت بتاع الاوستي ارثرايتس، البيشنت بتاع الديسك بروتروجن، البيشنت بتاع اللمبر سترين والسترين، ايه الاوبجيكتيف منه؟ ان انا بالنسبه لي الموفمنت مع البيشنت ده يبقى بينفول. انا بالنسبه لي الحاصل الضغطه اللي عند البيشنت اللي بعد الكارتريج عند البيشنت الاوستي ارثرايتس برضه لا تبقى ديجنريتيف بالنسبه للبيشنت، بتبقى في الشكل ده بتبقى undesirable بالنسبه لي.
انا لما بعمل ابدومينال سبورت من قدام الانتر فيرتيبرال بريشر او الديسك بتاع الانتر فيرتيبرال ده بيقل الابدومينال كومبريشن من قدام الجاب البريشر اللي بيبقى متاخد عليه ده بيقل زائد ان انا اعمل سبورتنج بالنسبه للبيشنت من ورا بيبقى بالنسبه لي مهم. هو بيعمل سبورت بيعمل انكريزنج كومبريشن عند اللامبر ريجون هو ميد اوف سترونج الاستيك ماتيريال فيتنج اول البيشنت سايز بيبقى فيها ميتال ستيز بتبقى فيرم بالنسبه للسباين من ورا حالات اللامبر سبرين والسترين حالات اللامبر اوستو ارثرايتس حالات الديسك ريفيوجن بيكون له بنفيت افكت. فراكو لامبو سكر اوستوس فراكو لامبو سكرال اورثوزيس تراك لامبو سكرال اورثوزيس دي موفرينه من ايكير ده هايست كواليتي اللي موجود في الماركت تمام ديورابل بيزد وميديكال باك جراوند وبيبقى اناتوميكال فيت فكرته ان هو ميتال ستيز لونجيتيودنال اند ترانسفيرس ميديكال الومنيوم بليتس لونجيتيودنال واخده الثوراسيك واللامبر والسكرال ريجون مع ترانسفيرس برضو الومنيوم بليتس بيبقى بوست اوبرتيف حالات الاوستو ارثرايتس اوستيوبروس لامبر او السباين اوستو ارثرايتس اوستيوبروس بيكون له بنفيت افكت حالات الكالفوز برضه بيكون له بنفيت افكت لان هو له شولدر ستراب ريستريكتنج الشولدر موفمنت برضه تمام حالات السباين فراكشر ليد موبيلايزيشن تحت ال تي 17 ال تي 7 وحالات الديسك بروتريوجن هو زي ما بقول لحضراتكم الومنيوم بليتس لونجيتيودنال ترانسفيرت بتدي ستابلايزنج افكت الستابلايزنج افكت اللي احنا بنبقى محتاجينه بتعمل ريستريكتنج للترانك فليكشن وروتيشن ريستريكتنج الترانك فليكشن وروتيشن البيشنت اللي انا مش محتاجه بيعمل ترانك فليكشن وروتيشن تمام بيبقى سترونج الاستيك ابدومينال كومبريشن من قدام عشان اقلل الانتر فيرتبرال بريشر برضه بتبقى حاصله بالنسبه للبيشنت فيها كمان شولدر ستراب من فوق عشان يعمل ريستريكتنج الشولدر موفمنت كلافيكال سبورت افكت لاتيكال كايفوزس حالات البوست اوبرت اللي بتبقى محتاجه الموبيلايزيشن خصوصا تحت تي 7 كده انا خلصت السباينال كو كلافيكال فيلفيا اوستو بريس هايبر اكستنشن بريس لامبو سكرال سبورت والتراك لامبو سكرال اورثوزيس احنا الفيصل اصل ده سؤال المفروض انا اللي اقوله لحضرتك لان هو الانديكيشن دي بتبقى بالنسبه لحضرتك اصل هي كوركتنج ثيرابي القصه بالنسبه للتشايلد كوركتنج ثيرابي فتره طويله انا اللي حد ما بيتابع معايا تمام الدايبيتك دايبيتك خلينا نبقى متفقين ان الدايبيتك بيشنت ده بريفرال نيوروباثيك بيشنت مستوى السكر في الدم بالنسبه له زاد بيشنت مستوى السكر عنده خلل في حاله الجسم للسكر مستوى السكر بالنسبه له زاد زياده السكر دي بتخلي عندي بريفرال نيوروباثيك بريفرال نيوروباثي احساسه الطرفي بعافيه العرضه اكثر ان يحصل له انستابيليتي في الجوينتس عرضه اكثر ان يحصل له السرز او قلص او سبرين او سترين وما عندوش رفاهيه الاحساس بالديفورم اللي بتحصل عنده تمام عرضه اكثر ان يحصل له السرز with low regeneration ratio بالنسبه للبيشنت ده طب دايبيتك بيشنت بتبقى بالنسبه لي الكيرنج بتاعه عندي ديفرنت جروبس في الكيرنج بتاعت الدايبيتك بيشنت. كان حضراتكم دلوقتي عن السيليكون، السيليكون برضه بيديله انديكيشنز برضه ثانيه مع حضراتكم، انما هو انديكيتنج رقم واحد بالنسبه لي بالنسبه للدايبيتك بيشنت. السيليكون اللي احنا بنستخدمه السيليكون انسولز الفرش الطبيه السيليكون زي ما تبقى لك الانسولز تمام؟ احنا بنستخدمها من اي كير هاي جريد ميديكال سيليكون هاي جريد ميديكال سيليكون الاوبجيكتيف من الهاي جريد ميديكال سيليكون هو يبقى نون توكسيك يبقى هايبو الرجيك يبقى واشبل هايجين بتاعت البيشنت بالنسبه لنا مهمه ترانسفيربل بتوين شوز ماكسيمال شوك ابزوربنج بالنسبه للبيشنت
سيبكم من الحاجات اللي موجوده في الصيدليات وموجوده عند ناس بتعمل مستلزمات وموجوده في كل مكان. للاسف السيليكون اللي موجود مش براندد او مش هاي ميديكال جريد سيليكون مش بيدي للبيشنت الميديكال افكت. الديورابيلتي بتاعت البرودكت للاسف ما بتبقاش كويسه. بيشنت اللي هيستخدم بيشنت بلانتر فاشايتس، بيشنت فلات فود، بيشنت البيكيني السبير، بيشنت اللي بتبقى حضرتك محتاجه البيشنت الفارس او الفالجاس في رجله تحت او ميديال ارش او لاترال ارش، البيشنت ده بيبقى مستخدم له سيليكون انسولز، محتاجين برودكت ديورابل، محتاجين برودكت يساعد على تايجن من رجل العيان ان البيشنت يقدر يغسله. اوبشن ان انا اقول للبيشنت ان ده واشبل دي حاجه مش بسيطه، دي حاجه بالنسبه لنا اوبشن مهم قوي. ويدي ماكسيمال شوك ابزوربنج افكت بالنسبه للبيشنت، ده بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. يعني السيليكون انسول اللي انا بستخدمه من اي كير الهايست كواليتي اللي موجود في الماركت، نون توكسيك هايبو الرجيك واشبل وترانسفيربل بتوين شوز، نوت فلاتن اور تشينج ان شيب بعد الريبيتد بريشر، تمام؟ نوت دراي اوند ولوبريكانت افكت، ميد اوف هاي جريد ميديكال سيليكون، بتدي اوبتيمال شوك ابزوربنج. الاوبتيمال شوك ابزوربنج ده في حالات البلانتا فاشايتس، في حالات الكينينج سبير، في حالات الفلات فود، في حالات الفار في الفيرتس بتاع الفود، ده بالنسبه لنا ميديكال افكت مهم قوي. دي السيليكون انسولز الفاريانت ديزاينز اللي موجوده عندي. الفول لينس سيليكون انسول، حالات الميتاتاسالجيا، حالات المورتونز نيروما، حالات البلانتا فاشايتس، حالات الهيل بين، وحالات الدايابيتيك فود كاب بروفيلاكشن بالنسبه للبيشن. البيشنت بتاع الدايابيتك لما بيدوس على حاجه رف او لما بيدوس على حاجه بالنسبه له سوليد بتبقى ده انديزيرابل، ودي اكتر حاجه بتخلي عنده ميتاتارسال او هيل السرز ممكن تحصل. فاستخدام شوك ابزوربنج انسول بتبقى بالنسبه للبيشنت ده حاجه مهمه. السيليكون هيل كاب، حالات البلانتر فاشايتس، حالات الهاي ارشز بيكون له بنفيت افكت، حالات الهيل بين والهيل سبيرس. الفلات فود سيليكون انسولز، فلات فود سيليكون انسولز بتبقى هاي ميديال سبورت ارش، تمام؟ الاوبجيكتيف من الانسول بالنسبه للشايل او بالنسبه للعيل الصغير بتبقى بتختلف عندي غير الاوبجيكتيف بالنسبه للسيليكون انسول بالنسبه للكبير. بالنسبه للكبير الموضوع بالنسبه لي ريليفنج بين ومن اللايف ستايل بالنسبه له، بدل ما يمشي المشوار ويحس بالم انا محتاج حاجه تشوك ابزوربنج عشان تقلل ريليف البين او تقلل بلانتر فاشايتس افكت بالنسبه للاطفال. بالنسبه للشايل في تشانس ان يحصل عنده ديفورميتي كوريكشن، استخدام انسول سليم داخل التشوز بتاعه. الشايل ده بيبقى عنده فارس وفارس في الجوينتس الثانيه في الانكل وفي النيل وفي الهيب، بتبقى نتيجه الديفورميتي اللي بتبقى حاصله عنده من رجله من تحت. فكوريكتنج الانسول من تحت بالنسبه للشايل المسج اللي بالنسبه لها بتبقى مختلفه عن الاطفال. السيليكون بيكون جاهز لمقاسات مختلفه. لكن مفيش كاستمايز، يعني مفيش مثلا الكاستم بالنسبه للبيشنت الريجيد انسولز، الانسولز اللي بتبقى اللي بنصنعها بتبقى ريجيد والشوزات. يعني انا عشان بس او بس انا عايز اسمع كل بيشنت عصب الفوت برنت بتاعته، هل متوفر عندك مثلا الفوت برنت والحاجات دي ولا انا الفوت برنت ان شاء الله عندي ريسنت الفوت برنت لغايه دلوقتي مش موجوده عندنا، تمام؟ بس ايه رايك حضرتك في الفود برنت في مصر؟ طب ايه رايك حضرتك في سعرها؟ طب ايه رايك حضرتك في غاليه؟ طيب وايه رايك حضرتك في الميديكال افكت منها؟ شفتيها بعد ما اتعملت؟ عملت ديفورميتي، عملت كوريكشن؟ هو الناس ما بتلبسهاش، ما بتلبسهاش يعني. هي دي الكلاسيك سعرها غالي فانا شويه بالنسبه للبيشنت، بس هي المفروض ان هي تشوف البريشر اريز، اشوف الاماكن. تصنيع الانسول السليم هو لوتو سيستم. سيستم سكاين اطلع الديفورميتي اللي في رجل العيان والمشكله اللي انا عنده المفروض اعمل انسول ليها، وسيستم مانيفاكشر. يعني انا حتى لما سافرنا اسبانيا وقابلنا الناس بتوع الفود برنت احنا هنجيب الفود برنت دي ان شاء الله. بالظبط. عشان اصلا عشان اجيب حاجه وتبقى بالنسبه لي اسوقها صح واعملها صح، يبقى حتى داخل اللوجيك في اطار المنطق. انما مش منطقي خالص ان انا اكلم البيشنت في الانسول ب 1000 جنيه. لا ده ازيد كمان من 1000 ايه؟ 1500 جنيه تمام؟ وفوق ومش متصنعه بطريقه ميديكالي صح.
يعني هو البروموشن بالنسبه لحاجه انا كل حاجه بعمل عليها بروموشن بقول لحضرتك الاوبجكتيف منها ايه، ولو البيشنت ما خدش الاوبجكتيف ده انا مش ببيع كويس. هنوفره قريب ان شاء الله. بس انا الى الان انا الحلول المتاحه عندي بالنسبه للفلات فود بالنسبه للاطفال السيليكون انسول والفلات فود شوز والريجيد انسول. فلات فود شوز انا بصنع اعلى كواليتي من الفلات فود شوز موجوده في مصر. لازم يبقى هارد وريجيد نيك عشان لازم انكل التشايلد لازم امسكها كويس. لازم الميديا الارش تبقى سبورتنج صح ورفع الدنيا بالنسبه للتشايلد بطريقه مظبوطه. ولازم تبقى فت على رجل العيل. وبصنع له شوزه السايكولوجيكال افكت بالنسبه للتشايلد ان انا اديله شوزه شبه الشوزه اللي بيشتريها مامته بتجيبها له من المحل من بره، واديله رفاهيه ان يختار شوزه بني وشوزه سوداء وشوزه كحلي واديله رفاهيه جدا. لان بتبقى كلها شكلها يعني ضل وشكلها مش كويس. عشان كل الولاد الشوزات عندنا في الديزاين بتاعك. دي الديزاين بتاعت الشوزات. بديله رفاهيه ان يختار شوزه سوداء وشوزه بينك والبنات فيهم ده دي حاجه بالنسبه لنا دي مهمه قوي سايكولوجيكال سبورت وهو ميديكال شوز. تمام؟ البيشنت ده التشايلد ده بيبقى عنده مشكله الدروبنج اللي بتبقى حاصله بتبقى مأثره على الالاينمنت بتاعت اللور ليمب بتاعته الني والانكل بتاعته بتبقى في الفالجاس والهيب بتاعه بيبقى فارس. دكتور برايس لما كان بيعمل توتال هيب قال 90% من البيشنت اللي انا بعمل لهم توتال هيب انا اكتشفت ان عندهم فلات فوت من تحت. هي دي ممكن اعملها باي مقاس لحد يعني حد اكبر مقاس مثلا انا يعني محتاجه مثلا دي حاجات ثابته موجوده عندنا. الديزاينز ديت موجوده في الدايابيتك وفي البيشنت في السبيشال اوردرز باي مقاس ممكن تعمل باي مقاس وباي اوردر حضرتك محتاجاه. حضرتك محتاجه فور فوت ابدكشن، حضرتك محتاجه لاترال اليفيشن، حضرتك محتاجه رجل في ناحيه نورمال ورجل ثانيه فيها مشكله. اي اوردر حضرتك بتكتبيه لي او بتحتاجيه حضرتك تكتبيه لي في سبيشال اوردر في الديسكربشن بتاع حضرتك انا بصنعه بالكواليتي دي. ده انتاج مصنعي. فاوبشن ان انا بنتج عندي في المصنع بتاعي ان انا بنتج لحضرتك شوزه وات ايفر حضرتك لان في احيانا سبيشال اوردرز بيشرت ناحيه انتوينج من ناحيه وناحيه ثانيه نورمال عايزين نورمال. تمام؟ ده بس ده هتبقى بالنسبه لك كاستم ميد هتاخد يعني اسبوع 10 ايام على ما تتصنع وترجع تاني للبيشرت. صغيره بس كانت لسه حتى قريب يعني المشكله ان الطفل في السن ده اللي بتتغير مقاسها بسرعه. انا كنت شو بقى فانا مثلا يعني مثلا هي جابت له هو مثلا سنه ونص بعد كده احتاجت تغيرها بواحده ثانيه ما تبقاش يعني فبتصرف كتير. فهي لما تشيلوا شوز المدرسه وبعدين بقى هتشتري شوز تاني انما الجينيكال شوز هتقاوع لازم تقاوع فيه انما بتوع المدرسه مش هتقاوع فيه انما لازم تحسسني بالذنب في الميديكال شوز. هو ليه قرايه هو عارف انك رجله بتكبر حاولوا تعملوا حاجه بقى زي البوست كده ان احنا نعدلها بقى يعني نتصرف فيها. الشكوى دي كانت صغيرة فعلا يعني لسه من الاسبوع تقريبا اللي هو جابت له وهو صغير كبر ورجله كبرت فطبيعي هنجيب فاللي هو غاليه فجبتها تاني فجبتها تالت فاللي هو ايه وخلاص. احنا مش بنبيع الجوبكتر بسعر غالي. احنا بالنسبه لنا برضه بنراعي البيشنت ده. احنا عندنا حاجه اسمها شيت لكل بيشنت. البيشنت اللي بيتعامل معانا كذا مره بتقابلوه برضه طريقه في التعامل غير كل بيشنت. والناس دي بتبقى ليها برضه لازم سايكولوجيكال سبورت بالنسبه للبيشنت ده. الموضوع بالنسبه لي نوت كوميرشال. انا الحمد لله بكسب كويس عشان بشتغل كويس عشان ببيع كويس. تمام؟ ما بكسبش كويس من كل واحد. تمام؟ فانا بالنسبه لي لا ساتسفاكشن ان انا ادي للبيشنت حاجه مظبوطه حاجه بطريقه كويسه. تمام؟ دي اهم حاجه واهم مسج بتبقى بالنسبه لي. طيب مثلا الاولاد اللي طلعوا في المدارس التأمين صح دي مثلا ما تعملوش تعاون مع ان هو يعني بتتعمل بتبقى كوست اللي بتعمله اللي هو التامين الصحي بحيث ان هو احنا احيانا كتير بتيجي الفواتير بتاعتنا معترف بيها احنا مكان معترف واحيانا كتير بيشنت التامين الصحي بياخد مننا فواتير وبيصرف في التامين الصحي. كانت مظله التامين قبل كده رفض الموضوع ده عشان كانوا بيعملوا مانيفاكتشرنج وكانوا بيعملوا حاجات ربنا يجزيهم خير عنها عملت ازاي؟ سيئه. كانوا بيعملوا بروسيسز سيئه. فدلوقتي المظله الموضوع بقى فيه حكمه شويه لما بطلع له روشيت بطلع له اتصال او مش عارف الموضوع الحساني اسمه ايه لما بنطلع له فاتوره او حاجه مختومه من عندنا التامين بيغطي جزء كبير قوي من الفواتير دي. تمام؟ بنتكلم عن سيليكون انسولز الفول لينس السيليكون هيل كاب
الميتا الفلات فوت انسول ميتا تارسال بان. حالات الميتا تارسالجيا بتبقى ليها تو من قدام عشان تبقى فيكسد على رجل البيشنت. ميتا تارسالجيا شوك ابزوربنج من قدام. التوكا بروتكتور الهالوكس فالجاس نايت سبلنت والتو سبريدر والتو سبريدر تو ديزاينز عشان ما نتوكش. احنا هنا في الدايابيتك بيشنت اتكلمنا بالنسبه للكريبتال نيروباثيك ليشن التشويس رقم واحد بالنسبه لنا كبروفيلكشن بالنسبه للبيشنت ده السيليكون انسولز. ستيب نمبر 2 بالنسبه للبيشنت ده الانستابيليتي بتاعت الانكل عشان ندخل في مرحله التشارجر ندخل في السيفير انستابيليتي وبعد كده لا قدر الله ندخل في مرحله الانفيجن. تمام. اول حاجه ستيب بالنسبه للبيشنت ده الانستابيليتي بالنسبه للانكل انكل جن سبورت. برضه في حالات الانكل سبرين وسترين بيكون له بنفيت افكت. هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن لاترال وميديم بلاستيك شيب. هو عباره عن جيل بادز او جير بادز من جوه عشان البوني برومننس واللاترال مالولس والميديم مالولس ما يبقاش الدنيا بالنسبه لهم واللور تيبيا واللور فيبولا من تحت بتبقى الدنيا بالنسبه لنا ممكن تبقى سوبرفيشال. فانا بالنسبه لي عشان اقلل البوني برومننت كونتاكت يبقى في بادز من جوه جل او اير من جوه مع فيلكرو ستراب. البريس ديت او الاكتف جيت سبورت دي بتعمل ايه؟ البيشنت ده بيعمل لانتر دورز فليكشن وذاوت ايفيرجن وانفيرجن وانكل روتيشن. الايفيرجن والانفيرجن والانكل روتيشن دول بيبقوا اندزايربل بالنسبه للبيشنت. والايفيرجن والانفيرجن والانكل روتيشن دول اول حاجه ممكن تخلي البيشنت انستيبل انكل ممكن يدخل في شارتر جوينت. فكبروفيلاكشن في المايلد بالنسبه للبيشنت ده لو بدانا نحس ان البيشنت ده مايلد انستابيليتي وهيبدا يدخل في سيفير انستابيليتي اوف شارك جوي استخدام الانكل جوينت سبورت يبقى بالنسبه للبيشنت ده بنفيت اوت. دي انسول اللي بيمشي بيها الاوبجكتيف يا دكتوره ديزاين تو مينيمايز انكل روتيشن وانفيرجن وانفيرجن وذاوت ريستريكتنج البلانتر والدورز فليكشن. البيش اتس انسول بيلبسها داخل الانسوزه بتاعته. البيشنت بيعمل بلانتر والدورز فليكشن افكت. تمام. هي انسول ده البيشنت بيتحرك فيه. ممكن حضرتك تقصدي الاسترتش اند هيل نايت سبريد. ممكن حضرتك تقصدي الاسترتش اند هيل نايت سبريد. لا انكل جيت سبورت لا بيتحرك فيه البيشنت. لا بيتحرك فيه البيشنت. دي فكره السيرفس اللي هتبقى مهمه بالنسبه للبيشنت. البيشنت ايه لما البيشنت هيسمع كده مش هيقول انا لما حضرتك البيشنت هيسمع كده اصلا هينام بيها ليه؟ انا البسه وانا نايم ليه؟ تمام؟ لا هو كده اللي ساله مش متخصص او مش فاهم. تمام؟ الانكل جيت سبورت الاوبجيكتيف منها ان رجل البيشنت ما يعملش ايفيرجن وانفيرجن وانكل روتيشن. البيشنت بيعمل لانكل دروز فليكشن افكت. تمام؟ حالات الانكل سبرين، حالات الانكل سبرين، حالات المايلد انستابيليتي في الحالات الدايابيتك بيشنت دي انسول البيشنت بيتحرك بيها. عامله كام جنيه؟ تقدر الاول 850 جنيه. دايابيتك شوز البريفرنس نيوروباثيك بيشنت. البيشنت الدايابيتك بيبقى في كرايتيريا خاصه بالنسبه للدايابيتك شوز بالنسبه للبيشنت. ان الشوز يبقى ليها اريشن يبقى فيها تقويه عشان نقلل البكتيريا والفانجر جروس افكت. ان الشوز تبقى فيها اكسترا ديبس تبقى فيها اكسترا ديبس. رجل البيشنت ده بتبقى فيها اديما او احيانا كتير بنحتاج نستخدم انسول مع رجل البيشنت فلازم تكون ليها اكسترا ديبس. نمبر 3 ان السول بتاعته من تحت بتبقى فيك اوريجن. لان البيشنت ده اكتر حاجه اندزيرابل بالنسبه لي الفورين بادي بنتريشن بالنسبه للبيشنت ده. كتير قوي من البيشنت ده يقول لك ده حصل مسمار دخل في الشوزه من تحت او حاجه فورين بادي دخلت في الشوزه من تحت وعملت لي السر وانا مش حاسس. والحمد لله ربنا مدينا رفاهيه البين هو ما عندوش الاوبشن ده. البريفرال نيروباثيك ممكن تحصل له مشاكل كتير وهو مش حاسس بالكومبليكيشنز اللي بتبقى حاصله في الجو. تمام؟ الدايابيتك شوز عندنا منه تو ديزاينز جداد اسمهم ويدج شوز بتبقى واخده اوف لودنج افكت عند منطقه الميتاتارسل او اوف لودنج افكت عند منطقه الهيل من تحت. تمام. الاكثر منطقتين عرضه ان يحصل فيهم السر ميتاتارسل او منطقه الهيل. تمام. الدايابيتك شوز دي بتبقى برضه بالنسبه للبيشنت اوبشن
في مرحلة معينة بالنسبة للدايبيتك بيشن. الووكرز، الاير ووكر او الاير كاست. بقدر الله البيشنت عدى المرحلتين دول وبدا يدخل في المرحله الثالثه، مرحله الانستابيليتي، السيفير انستابيليتي او الشارب جوينت. السيفير انستابيليتي او الشارب جوينت تمام، ببقى محتاج له ستابلايز. الووكر، الاير ووكر هو انتجريتد اير بامب. انتجريتد اير بامب بتعمل ايزي انفليشن وديفليشن بالنسبه للبيشنت، ايزي انفليشن وديفليشن بالنسبه للبيشنت. الاير شامبر دي بالنسبه للبيشنت بتدي ستابلايزنج افكت للرجل العيان من جوه، مع بلاستيك كفرنج من بره، مع فيلكرو سبورت بتدي ستابلايزنج بالنسبه للانكل للبيشنت. مهم قوي بالنسبه للبيشنت ده الركري بوتوم من تحت، السول بتاعه البرودكت من تحت. البيشنت ده مشكلته الاساسيه الانستابيليتي في الموفمنت، الانستابيليتي في الموفمنت. فانا لما بعمل له ستابيليتي وبدي له ركري بوتوم من تحت، ركري بوتوم من تحت ديت بتخلي البيشنت ده ياخد الجيت بتاعته من اول ما بيحط كعبه على الارض، بياخد الجيت اوتوماتيكالي كده ستيبل ناتشرال جيت. حالات الشارب، حالات السيفير انستابيليتي بتاعت الانكل، حالات الانكل والفوت فراكشر بيكون لها بينفيت افكت، وبوست اوبرتيف وبوست تروماتيك. اساتذه الكاحل القدم والكاحل كلهم التشويس بتاع الاير كاست دلوقتي ما عادوش بيجبسوا البيشنت، بيلبسوا الاير كاست بوست اوبرتيف او بوست تروماتيك، بتدي له ميديكال افكت محترم. الووكر عندي ديزاينز منه كتيرة، لونج شورت بلاستيك ببايلاترال سبورت. الووكر عندي بيبدا من اول 1500 جنيه تمام، بالكواليتي دي ده يعتبر الهايست كواليتي اللي موجوده في الماركت. اي كير الووكر، الاي كير ده الهايست كواليتي للووكرز اللي موجوده في الماركت تمام. بس بيفرق سعره من البرودكت الثاني، كان لونج كان شورت بايلاترال بلاستيك سبورت او بلاستيك سبورت كامل قدام. عندي منه برودكت ثاني اسمه الووكر برينجر. يعني ايه ووكر برينجر؟ في رينجر عند الانكل تدي جراديوال انجل وبلانتر دورز فليكشن. الاوبشن ده مهم قوي بالنسبه للبيشنت الميتاتارسال او الهيل السس. يعني لما بعمل دورز فليكشن تمام، وبالنسبه للبيشنت ده البيشنت بياخد ستيبل ناتشرال جيت، بس الجيت بتاعته اللود بتاعها ما بيوصلش لمنطقه الميتاتارسال تمام. لو البيشنت ده شارب جوينت وانستيبل انكل جوينت زائد يكون معاها ميتاتارسال السر، الريفليكشن افكت اللي بتديه الووكر ده تبقى بنفيت اوت. لانت فليكشن تمام، الموفمنت بتبقى بياخدها ستيبل ونيتشرال جيت مع اوفلودنج عند منطقه الهيل من ورا تمام. شرفت بوجودي معاكم. دكتور حسناء اللي قالت لي اتكلم كتير. انا اتشرفت بوجودي معاكم وشكرا شكرا لوقتكم جدا. هو الابر ليب يا جماعه، الثم سبورت والريست اند ثم تمام، والكوك اب سبلنت والدايناميك سبلنت والهنجد اورسوزوس تمام، الهيومرال فراكشر بريس، حالات الميل شافت فراكشر والبوست اوبرتيف تمام، الشولدر ابدكشن اموبلايزر تمام، والالبو بريس. الالبو بريس دي بتدي جراديوال انجل اوف فليكشن اوف اكستنشن بس عند الالبو، لان خصوصا مع مشاكل الالبو بيبقى بيحصل ستيفنس كتير قوي لو البيشنت ده ثبت ايده عند مرحله معينه، فان انا اعمل له جراديوال انجل اوف موفمنت ديت بتبقى مهمه بالنسبه للبيشنت ده. البيدياتر الاوبشن المهم بالنسبه لي بالنسبه للبيدياتر، توفير كل المنتجات، توفير كل البروتوكولز، سي دي اتش، البيبكس، التنس براون بتحاول كتير قوي، كالكسي كوين فورس، والفلات فود، والشوزات اللي انا بصنعها الكاستم ميد بالنسبه لي ديت بالنسبه لي مهمه قوي، ديت الكونسبت نمبر واحد بالنسبه لي بالنسبه للبيدياتريك، توفير كل المنتجات. كونسبت نمبر اثنين سيرفس، الهيب ابدكشن والليجيا والحالات ديت اللي بيتعامل مع العيان الديليكت ده لازم يلبسه البرودكت بطريقه مظبوطه.
تلبيس الفينس براون، تلبيس الانكل فوت اوسوزس، تلبيس الني انكل فوت اوسوزس، تلبيس البايلاترال ليج بريس بتبقى بالنسبه لنا مهمه قوي. التكنيشن اللي بيتعامل مع البيشنت خصوصا لو بيشنت هيتحفر له مقاس وبعدين هتتصنع بوست بريس، حاجات بالنسبه للاطفال دي كلها السيرفس بتبقى بالنسبه لنا مهمه قوي عشان ياخد الميديكال افكت. حالات الفلات فوت سيبني خالص، حالات الفلات فوت بيبقى فيه دروب في الميديا الارش، الدروب اللي بيبقى في الميديا الارش ده انا بتكلم عن البيدياتر بالنسبه للاطفال تمام. الدروب اللي بيبقى حاصل عند الطفل ده ضاغط على الاعصاب وعلى الدنيا عند العيل من تحت عنده الم مع الحركه إيه، وبيعمل فيروس وفالدس في الجونز الثانيه، بيعمل فالدس في الانكل وفي الني وبيعمل فيروس في الحب تمام. فالمشاكل ديت زائد ان الطفل عنده اوبشن او تشويس ان الدنيا بالنسبه له لما بيلبس حاجه مظبوطه ان يحصل كوركشن للديفورمتي اللي بتبقى حاصله عنده تمام. الحلول بتاعت الفلات فوت، فلات فوت سيليكون انسول تمام، والفلات فوت شوز. فلات فوت شوز هو ميديالي اليفيتد ارش بالديزاينات ديت، بتبقى السايكولوجيكال كونسبت بالنسبه للتشايلد ان انا لابسه حاجه بكواليتي عاليه بشبه التراديشن ديزاين بالنسبه له، دي حاجه مهمه تمام. ميديالي اليفيتد ارش تمام، احنا قلنا ان الفلات فوت بيغير الفيرتيكال جيومتري بتاعت الريك، بيعمل فالجاس في النيو في الانكل وفارس في الهيب. استخدام الانسول بتعمل كوركتنج للفيرتيكال جيومتري بالنسبه للتشايلد، بتريليف في البيت وبتدي تشايلد شانس للتشايلد ان هو تو جرو ان كوركت بوزيشن. اهم حاجه ان يبقى ليها هارد وريجيد ليك ماسكه الانكل بتاعه التشايلد، الانكل ستابلايزر بالنسبه للتشايلد مهم قوي عشان الكوركشن اللي انا بعمله من تحت، لو انا مش ماسك الانكل من فوق بطريقه مظبوطه الكوركشن مش هتاخد الميديكال افكت المظبوط بالنسبه للتشايلد تمام. تالي بس اكواين وفارس، تالي بس اكواين وفارس الكلاب فوت في مدرستين، في ناس بتلبس التالي بس اكواين وفارس شوز وفي ناس بتمشي مع بونزيتي. بونزيتي قال اعمل سيريال مانوبيليشن في الكاستنج بيجبس رجل العيان عند مراحل كتير، وبعد الكاستنج دي بيلبس التنس براون. التنس براون بتبقى مسطره وعليها البيرتين او عليها سوزين. المدرسه بتقول لا انا البس تالي بس اكواين وفارس شوز او اعمل تالي بس سبلنت تمام، وفي مدرسه بتقول لا بونزيتي. ايا كان الاقتراح او الحل بتاع حضراتكم، احنا موفرين التالي بس اكواين وفارس شوز برضه هاي كواليتي بيست اون ميديكال باك جراوند. الفلاب فوت التالي بس اكواين وفارس شوز، البيشنت ده عنده فارس، البيشنت ده عنده ادكشن، البيشنت ده عنده اكواليس بتاع مطالع لفوق، يبقى الشوز اجينست بروبرتي. لاترال لاترالي اليفيتد عشان كوركتنج الفارس، نو هيل عشان الاكواليس عشان كعب العيال الطفل يكون ساقط لتحت، وفور فوت ابدكتد عشان الابدكشن اللي عند الشعر. دي التلبس كوين وفارس شوز زائد هاي ريجن نيك عشان الانكل ستابلايزيشن بالنسبه للتشايلد مهم. اعلى كواليتي من التلبس شوز موجود عندنا، فارينت ديزاينز بالنسبه للتشايلد اكسبتبل ديزاينز. ايا كان السبيشال اوردر اللي حضراتكم بتبقوا محتاجينه في الشوز، احنا عندنا الكونسبت ان احنا نصنع الشوزه زي ما حضراتكم بتبقوا محتاجينها تمام. التوينج محتاجه حضرتك لاترال اليفيشن، محتاجه حضرتك فلات فوت بسبورت معين، محتاجه حضرتك ابدكشن بانجل معينه، مش محتاجاه لاترال اليفيتد، هو فيه اكواينس بس. ايا كان النيد اللي حضرتك تبقى محتاجاها، احنا عندنا الكونسبت بتاع المانيفاكشرنج بنصنع برودكت بكواليتي عاليه اكوردنج النيد او الفيجن اللي حضرتك بتكوني محتاجاه. بيبدا من اول 350 تمام. يعني انا لو بعت الفيجن لحضرتك مش هيتعدى 200 ولا بيبدا؟ اعلى تلبس شوز عندي كام بالظبط؟ 50 ماشي؟ بالكواليتي تمام؟ ما بيتعداش. بص يا دكتور الموضوع مش كوميرشال والله، الموضوع بالنسبة بس احنا برضو في ظروف وفي اليات اقتصاد ما شاء الله ربنا، انت عارف حضرتك الدنيا بالنسبه لنا ايه؟ الجلد بايه؟ وال مش هيبقى نصب عليك في اسعار مبالغ فيها. انا عارف الدكتوره بتسال ليه؟ في اسعار خارج المنطق، في ناس بتبيع الحاجات وما عندوش ادنى مشكله يزود بال 200 و 300 جنيه بالنسبه للشوز النهارده عن بكره، ما عندوش ادنى مشكله. المريض بيجي يسال ان كام؟ انا ما بيروحش، انا بقول له بريد كام عشان برضه هو يعني يعني ما بيزيدش عندنا، بيبدا من اول 350 وما بيزيدش عن 550 تمام؟
دينيس براون زي ما قلت لحضراتكم. دينيس براون دي لو احنا اتبعنا كونسبتي، كونسبتي ده قال انا بعمل سيريال مانيبيوليشن اوف كاستنج بالنسبه للبيشنت، وبعد السيريال مانيبيوليشن اوف كاستنج بيلبس دينيس براون. دينيس براون بتبقى عباره عن مسطره وعليها كبرتين او عليها تشوزين، تمام. ال 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 المسطره طبعا بيتاخد مقاسها اكوردنج للشولدر بتاع الشايلد، تمام. والكبيره بتبقى تقريبا ستري البيت بالفوتوس ادابتيف ونو هيل عشان تبقى الهيل بتاعها بيكون ثابت لتحت. البيبكس، البيبكس دي بتبقى شوزه بالشكل اللي هناك ده، تمام. بس من عند الفور فوت مقسومه نصين، دي بتديني اوبشن ان هي تو بيسز الاثنين ممسوكين مع بعض بفاين بار هول اند سوكت، تمام. بتديني مالتي دايركشن هنج ادابشن للايه للفور فوت من قدام، ان انا اقدر احرك الفور فوت فيرتيكال هوريزونتال او اوبليك. بتبقى في حالات الميتاتارسس التختس، حالات الميتاتارسس التختس احنا ناخد الفور فوت بالنسبه للسايد بكذا موفمنت من قدام، تمام. اللاين اوف التريتمنت بتاعت الميتاتارسس التختس ديت يا اكسرسايز يا اما سيريال كاستنج او استخدام الايه الدبس. الاوبجكتيف منها ان انا اعمل بروجريسيف وديناميك كوركشن للكونجنتال والفور فود ديفورميتي ومالتي دايركشنال هنج ادابشن ايزلي كوركتنج الفور فود ديفورميتي في الثلاثه بلانز، باخدها في الفيرتيكال وفي الهوريزونتال وفي الايه وفي الـ وفي الاوبليك. ايه بكام؟ انا بصنع ال 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 البيبكس دي، البيبكس المستورده للاسف بتبقى ما بتقلش سعرها 1200 جنيه، انما انا بصنعها بتبدا عندي من حوالي من اول 250 جنيه. مش محتاجه انا اغيرها مع يعني دي بتدي لحضرتك الرفاهيه ان انت حضرتك لما بتفتحي الهنج بتاعتها بتاخدي الفور فود زي ما حضرتك عاوزه، ووصلتي للانجل او الكوركشن اللي حضرتك تبقى محتاجاه بتقومي قافله الايه الهنج من تحت. كل ما الولد بيكبر كمان يعني لا هي مقاسها بتبقى على حسب التشايلد برضه، تمام. والميتاتارسس ادكتس مع الكوركشن ده بتتظبط اموره، يعني لو استخدمها بطريقه مظبوطه او لبسنا له حاجه بطريقه مظبوطه رجل الولد مش هيحتاج مع الجرون مع القدام ان هو يحتاج. الولد مثلا عنده 7 سنين وكان بيلبس لما كان عنده هو صغير، بس برضه لسه مش كتير قوي دلوقتي، بس هو السلنت هيجيب نتيجه على فكره معايا، تمام. لو اتعمل بطريقه مظبوطه ولبسه في الكرو بطريقه مظبوطه، ولو اتاخد معاه حاجه بطريقه بتلبست البيبكس ديت بطريقه مظبوطه معانا لا هتجيب نتيجه على طول. حالات الديسبليجيا انا هسيبكم استنطقوا وهكمل الديسبليجيا. بالنسبه لي خفيفه خالص، بعدين تبقى بالنسبه لي لو ديسلوكيشن، وفي الاخر خالص الديسلوكيشن. الاوبجيكتيف منها ان انا اعمل كوركت ادكشن بوزيشن. كوركت ادكشن بوزيشن ده فليكشن وادكشن بالنسبه للهيد جوينت بالنسبه للتشايلد، بتخلي الهيد بتاع الفيمر بايته بالظبط بطريقه مظبوطه في السكت. بس اخد الصورتين اللي فوق دول محددين بالنسبه لي الايه؟ شكل عندي حلين قبل 60 يوم بلبسه البابليك هارتس، بابليك هارتس ثاي ستراب مع تشيست ستراب، وبيتاخد ستراب بطريقه مظبوطه يتفتح يعمل كوركت ابدكشن بوزيشن. كوركت ابدكشن بوزيشن ديت اللي هو بتبقى 90 انجل فليكشن و60 انجل ابدكشن،
90 انجل فليكشن و 60 انجل ابدكشن. الكوريكت ابدكشن بوزيشن ده البوزيشن ده بيسمح ان الحته بتاعه الفيمر بايته في السوكت بتاعها بتاع الاسيتابلم بطريقه مظبوطه اللي هو الجزء بتاع الهيربون اللي بتبات فيه ايه الحته بتاعه الفيمر. كوريكت ابدكشن بوزيشن 90 انجل فليكشن و 60 انجل ابدكشن ديت اول حل بالنسبه لي السي دي اتش او الهيب ابدكشن. ده بيبقى افكتيف بالنسبه للبيشنت في حالات الكونجنتال ديسبليجيا، بيبقى بولي بروبليم من بره وبتبطن من جوه ببلاستيك زبط تمام. وان بيس بيتلبس ممكن البيشنت اللي بتلبسه زي اللي بتلبسه الكامبرز كده تمام، بس يبقى تبقى اوير ان هو القصه بالنسبه له ان رجل العيل لازم تبقى مرفوعه، العيل مرفوعه ومفتوحه. كوركت ابدكشن بوزيشن ده عشان الهيب بتاعت الفيمر تبقى بايت في السوكت بتاعها بتاع الهيب فوق. عندي الحل اللي هو بتاع البابليك كارز، بس حال البابليك هارمز ده بابليك هارمز افكتيف في التريتمنت بتاعت الكونجنتال ديسبليجيا اب تو 3 مانس فروم 1 داي اب تو 3 مانس. بدا بعد الثلاث شهور العيان بدا يتحرك، بدا يرقص، بدا يتحرك زياده شويه، مش هيبقى سوتابل بالنسبه له البابليك هارمز. بابليك هارمز شولدر ستريس بيحط برضه العيان العيل كوركت ابدكشن بوزيشن 90 انجل فليكشن و60 انجل ابدكشن تمام. Position the baby's head of femur in the right position inside the hip socket. Inside the hip socket. هو من straps around the baby's leg مع straps عند the shoulder و chest straps تاخد رجل العيان في correct abduction position. Correct abduction position هي المسج اللي انا الاوبجيكتيف من الـ hip abduction او الـ public hearts. دول الامبوسوس الني انكل فوت اكسوزس، الهبني انكل فوت اكسوزس، البايلاترال ليج بريسز، الحاجات دي احنا بنستخدمها في الديفورميتيز، في الموفمنت اسيست، في النيورولوجيكال ديس اوردرز، في حالات الفراكشرز، في البوست اوبرتيف بيكون لها بنفيت افكت. بنستخدم الجيرمان اورسو بلس، الجيرمان اورسو بلس ده البولي بروبولين البلاستيك اللي احنا بنستخدمه، هايبو الرجيك، هارد ناشف قوي عشان يدي ميديكال افكت لحضراتكم تبقوا محتاجينه، وعلى الرغم من ان هو هارد بس بيبقى فيري لايت ان ويت ونون توكسيك تمام. لما بنستخدم هنجز مع البيشن خصوصا لما بنعدي على جوينت معين يعني مين انكي فوت خصوص لازم نستخدم هنجز. الهنجز دي عندنا منها فاريتي كبير، عندنا هنجز محلي، عندنا هنجز تركي، عندنا هنجز الماني. ده بيتيح لي بالنسبه للبيشن ان انا بعرض على البيشن في حاجه ب 100 جنيه، في حاجه ب 500 جنيه، في حاجه ب 700 800 جنيه تمام. وكله هنج هيدي فليكشن وستنشن، بس بتفرق كواليتي بالنسبه للبيشنت. ده بالنسبه لي مهم قوي ان انا اعرض على البيشنت فاريانت من الايه؟ من البرايسز. دي دروب فوت او الانكل فوت اورسوزس انسايد الشوز اللي هي بتبقى اسمها سويدش انسايد الشوز. دي الانكل فوت اورسوزس اللي انا بصنعها من الجيرمان اورسو بلس. تيبيال فراكشر بيس المتشاف تيبيال فراكشر تبقى محتاجين تيبيال فراكشر بيس. تيبيال فراكشر بيس تعمل سيركمفرنشال كومبريشن عند المتشاف لو في فراكشر، او لو الدكتور بتاع الجراحه عامل انترنال فيكسيشن برضه جوه وانا محتاج اثبت برضه الميديكال افكت برضه تيبيال فراكشر بيس بتبقى فيها البنفيت افكت. دي البي تي اي باتيلا تندون بيرنج تيبيال فراكشر بيس. هو تيبيال فراكشر بيس بس طالع لفوق عند الباتيلا تندون. تزيد ايه في الموضوع ده؟ ان هو ويت بيرنج، بقلل اللود عن المنطقه اللي فيها فراكشر مع كل بيت، وياخد اللود من تحت ويزود اللود، ينقل اللود من تحت، فهو عمل ستابلايزنج افكت بوست اوبريتيف وعمل ويت بيرنج عند الايه؟ عند الباتيلا تندون من فوق. دي ني انكل فوت اورثوزس. ني انكل فوت اورثوزس. هنجت ني انكل فوت اورثوزس او هيب ني انكل فوت اورثوزس. عندي هنج عند الهيب جوينت من فوق، وعندي هنج عند الني جوينت، وانكل فوت اورثوزس. نيورولوجيكال ديس اوردرز، الموفمنت اسيست، الديفورميتي، البوست اوبرتيف، الفراكشرز، البيشنت ده بيكون لها بنفيت افكت. بايلاترال ليج بريس، حالات البولي والحالات اللي بتبقى محتاجه بايلاترال ليج بريس، دي بايلاترال ليج بريس بتاعتي. الاطراف الصناعيه عندنا اكبر تفاوت من الاطراف الصناعيه، السيرفيس مهمه قوي بالنسبه للبيشنت. بصنع اعلى كواليتي من الطرف الاطراف الصناعيه، احدث حاجه على مستوى العالم، انا حريص ان تبقى موجوده عندي، وارخص طرف في مصر انا حريص ان يبقى موجود عندي. وما بين الاثنين بيتعرض على البيشنت. البلو
البروسيجرز ليها قصه بقى كبيره خالص، لان بيحصل لازم يحصل ايفالويشن ولازم يحصل السيرفيس بتاعتها. نتكلم عنها؟ طيب انا ممكن. شرفت بوجودي، معرفش شرف لينا. شكرا شكرا شكرا.